دكتور، في حاجة حضرتك قلتها وهي سبحان الله إن ربنا خلقها بره الجسم عشان التبريد. هنا خطورة إن يكون في أي جسم سخن يكون موجود، أو مثلا إن إحنا ما نخليش الطفل يحط طبق سخن وهو بياكل على رجله أو كده، بحيث إن هو يكون ممكن يأثر يعني، بالذات لو حاجة لفترة طويلة. لا، واحنا عندنا الاخطر بقى من الكلام ده كله، الايبادز، التابلتس، بالظبط، التليفونات، الحاجات كلها اللي محطوطه على الحجر، اللابتوبس، بالذات عشان تطلع للكبار وللصغيرين. يعني صحيح. احنا جينا مثلا مريض بالتحليل، رجل بالغ يعني، وجاي بيشتكي عشان موضوع الانجاب. انا عايز اقول لك بس معلومه كمان قبل الكلام ده، اتفضل. هو احنا اصلا لبسنا غلط. انا مش بقول ان انا كمان لبسي غلط، يعني احنا في بلد او في منطقه او في جزء من العالم درجه حرارته عاليه، صحيح، كويس، ففجاه قررنا نلبس زي اللي درجه حرارتهم تحت الصفر. يعني البنطلونات الجينز اللي كلنا بنلبسها انا وانت والناس كلها، صحيح، هي دي ما اتخلقتش للجو بتاعنا خالص، دي اتخلقت للجو البارد. فاحنا في عز الحر وفي درجه حراره 42 لابسين جينزات، فانت بتحول المنطقه دي الى فرن. صح. عشان كده لما يجي لي حد يعمل تحليل سائل منوي، كويس، ولاقي ان التحليل فيه بعض المشاكل، لازم من ضمن النصائح، غير اي علاجات دوائيه انا هكتبها، غير تدخلات انا ممكن اعملها، في حاجات بنسميها تغيرات في اللايف ستايل. لو سمحت البس الوان فاتحه، غير لو لبسك سمحت الواسع، البس هدوم واسعه، لو سمحت بلاش جينسات ضيقه، بلاش اندر ويرز ضيقه، بلاش تستحمى في ميه سخنه، بلاش ساونه. صح. ليه؟ طب هتقولي يعني ممنوعه الحاجه دي؟ مش ممنوعه، بس مش اللي كتير. عنده مشكله يتجنبها بقى. يعني دايما بنقول كده، في حاجه اسمها التستيكولار ريزيرف، او في جسمنا البادي ريزيرف. يعني مثلا انا وانت نزلنا نجري تحت يا هشام، كويس، انا جريت لمده كيلو ما نهكتش، وانت جريت 100 متر ونهكت، طبعا هو غالبا العكس اللي هيحصل يعني، بس جريت ال 100 متر ونهكت، هل ده معناه ان حد فينا مريض وحد مش مريض؟ لا، احنا اتنين سلام، بس ده طاقه جسمي. صح. حلو كده؟ نفس الفكره. هل معنى كده ما حدش يلبس جينز؟ لا يا فندم، البس جينز براحتك، بس لما نبقى متاكدين انك تمام. اللي عنده مشاكل او الخصيه بتاعته على المحك، لا، يتجنب الكلام ده بقى. ففكره الحراره العاليه دي مهمه جدا، سواء في طريقه هدوم او عادات بقى زي ايه؟ اللابتوب، الايبادز، التابلتس المحطوطه على الرجلين، للكبار وللصغيرين. صح. ده غلط جدا.